حلقتنا متابعة معكم ومن قصر اليونسكو يلي عم يشهد بالفترة الأخيرة على رزنامة من النشاطات المميزة تحت عنوان الفن في خدمة الجمهورية. اجتمعت 8 نقابات بلقاء للبحث بالشؤون النقابية، وتخلل اللقاء لوحات غنائية وإطلالة مميزة للفنان أحسان صادق. كل التفاصيل بهالتقرير. الفنان من منبره الخاص بيقدم رسالة إلى مجتمعه وبيحمل قضية من أجل خدمة الإنسانية، وفناني لبنان قدموا للوطن أعمال أصبحت جزء أساسي من الثروة الثقافية. تكريما لهم ومن أجل الاهتمام أكثر بالفن والفنانين، نظمت جمعية عطاءات الفنية لقاء جمع 8 نقابات فنية أطلقوا صرخة عنوانها الفن في خدمة الجمهورية. الفنان لازم أقول كلمته بضل هالظروف الصعبة اللي عم بمر فيها لبنان، فإجت التسمية فن في خدمة الجمهورية. راح تكون صرخة فنية أو إذا بدك تسميه حراك فني. صوت الفنان أحيانا ما في إلا السلاح والمدفع، بهيدي الفترة ما بيعود العقل يشتغل. أما في رسالة للفنان، واليوم الشباب على أول طريق. رح نضل نطالب ونضل نحكي ونضل نقول ما بنملك سلاح نحن مدفعية. ما بنحب حدا يقول الفنان غايب أو الفنان مش موجود، لا، دايما نحن موجودين بخدمة الجمهورية، بخدمة الوطن وبخدمة لبنان. إذا في شيء عم يخدم لبنان والجمهورية هو الفن والأدب والثقافة والإبداع. قصر اليونسكو اجتمع عدد من الفنانين وقدموا كلمات إلى المعنيين بالجمهورية اللبنانية تيهتموا أكثر بالنقابات الفنية، وخلال اللقاء تم تقديم وصلات غنائية وطلة خاصة من الفنان والممثل أحسان صادق يلي كان عنده عتب كبير على المسؤولين. لا يكون أهل السياسي بالأول بخدمة لبنان، كلهم بخدمة غير لبنان، معلش يعني على الأقل بيضل في فنانين بيؤمنوا بلبنان وبتكوين لبنان كلياته. شعب واحد، شعب واحد، جيش واحد، جيش واحد، شعب كلبنان، هدف واحد، هدف واحد، قلب واحد، قلب واحد، يجمعنا الإيمان، يجمعنا الإيمان. شعب الفرنسي اللي بقدمولك بجسدوا لك واقع الحياة بطريقة كتير حلوة، أوقات بطريقة مفرحة، أوقات بطريقة مأساوية، ولكن بجسدوا بيوصلوا الرسالة. لا شك قسم كبير من الفنانين خدموا هذا الوطن. الفنان مواطن وعليه أكثر من غيره أن يكون في خدمة الوطن. نحن كفنانين كنا عنوانا للحضارة والرقي أينما حللنا خارج لبنان، وفي داخل لبنان أعطينا الكثير. عن صحافة الاغتراب نحكي مع ضيفتنا لليوم الصحفية ريميال نعمة. أهلا وسهلا فيك ريميال. أهلا فيك، شكرا. منيحة ريميال، أنت متخصصة نحن منيح متخصصة بصحافة الاغتراب. نعم. يعني إعلامية عن الاغتراب، شو يعني؟ أول شيء أنا صحفية ومذيعة من حوالي 20 سنة. تنقلت بكل وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ومسموعة تقريباً.
وتجربتي مؤخرا جنحت نحو الاغتراب اللبناني. من 10 سنين تقريبا. من 10 سنين تقريبا تسلمت رئاسة تحرير مجلة المغترب، وعملت أنشطة عديدة. عملت كمان، كان عندي برنامج بإذاعة الشرق له علاقة اسمه هوا لبنان. دايما كنت صر أنه طلع على هاللبنان الأحلى، على اللبنان المنجز الناجح البناء بهالمجتمعات اللي برا. وكان عندي تساؤل أنه ليش اللبناني قدر يعمر برا، وللأسف بلدنا بلدنا يعني كمان مش قادر يتعمر بيه. يعني وعلى فكرة يعني الاغتراب اللبناني هو قوة كتير كبيرة بالعالم، مش بس بالعالم، هو كمان رافعة اقتصادية للبنان. يعني 100% وهذا شيء معروف. انت بتعرف انه تحويلات المغتربين تبلغ 8-7 مليار دولار مزبوط سنويا، وهيدا شكل بمراحل كتيرة من عمر الوطن، مراحل صعبة، شكل رافعة حقيقية كان السند بكثير من ولا زال. وما ادراك شو جالياتنا اللبنانيه، ما ادراك مين مغتربين بالخارج، ناس ناجحين منسجمين بالمجتمعات اللي عايشين فيها، منجزين بنائين ساهموا ببناء مجتمعات بكل المجالات، بالطب وبالعلم وبالفنون وبالاقتصاد وبالمقاولات وبكل، حتى بالسياسه. هلا عم نحكي اكثر بالتفاصيل شو شفت بكل بلد، يمكن ببلد اوروبا، بكل بلدان اللي زرتيهم. بس اول شيء شو الصور اللي عم نشوفها؟ هولي صور جمعتهم من مغتربين. يعني مثلا هي الصوره لبنان اصلا من موارنه قبرص. رحت زرت قبرص التركيه واقتفيت اثار يعني اللبنانيين، يعني بالاساس اجوا من جبل لبنان وسكنوا بقبرص التركيه، وبعضهم بيحكوا بعده لبناني. مثلا هو الطلاب اللبنانيين اللي بالسبعينيات بيحكوا لبناني، وقديش بيحكوا عربي، بيحكوا عربي، يعني لهجتهم مطعمة من بين العربي والأشوري والسرياني، والأجو من الكورة ومن زحلة ومن كتير. مثلا هيدي هون مصانع فورد بميشيغان ديترويت اللي استقطبت آلاف العمال العرب المهاجرين، وهالعمال كمان كان جزء منهم، كان في 30,000 لبناني عامل بفورد بميشيغان. بتعرفي كثير العائلات بتجيب بعضها، يعني اكيد بدوا ورا بعض. كمان الصوره اللي شفناها ببلغاريا، كنت مؤخرا ببلغاريا، طبعا عم نحكي عن ملف والعدد الجديد، ملف السفير الاغترابي. نعم يعني اللبنانيين كمان اللي طبعا حضور اللبناني ببلغاريا حضور شاب بعده جديد نسبيا، يعني بالستينات اواخر الخمسينيات، ولكنه حضور كمان فعال، حضور اللبنانيين ناجحين وتجار شاطرين واكاديميين شاطرين وبكل المجالات. بتزوري كل البلدان اللي عم تحكي عنها تقريبا قد ايه قاعده بكل بلد؟ حسب، هلا بتروحي على الولايات المتحده الامريكيه، بتروحي على ولايه ميشيغان اللي زرناها كمان، ديترويت اللي هي معقل اللبنانيين كمان، كان ديربورن او ديترويت. فقعدت حوالي شهر لتحرز، يعني ما في تنسيق اكيد. 40,000 لبناني يعني ما بتقدري تتلحقي. بعدين عم نحكي عن السفير الاغترابي، هو ملف بيصدر مع صحيفه السفير. نعم. وبتحكي فيه مش بس عن اغتراب لبناني. مثلا بدي اقول لكم عن الصوره اللي مرقت، هيدا مرقت صوره على اشوفها المشاهدين. قائد شرطه ديربورن اللي هو من اصل لبناني، رونالد حداد، بتشوفيه بتحسيه امريكاني 100% ابدا. بس هو خلقان، بس هو بحب لبنان كتير، خلقان هو من تجميل. مثلا مايكل بري اللي هو ابن عمه للرئيس بري، وهو اطلق اسمه على مطار بديترويت اللي هو قابل يعني كل الرؤساء وكان محامي لامع وساعد لميال. يعني بتزوريهم للبنانيين يلي محققين انجازات هونيك، بتضوي على انجازاتهم. خبرينا مثلا السفير الاغترابي شو بيتضمن؟ الاقتصاد اللبناني يلي هونيك، ما بعرف، اولا انجازات السياسه. ملف السفير الاغترابي بيصدر مش بشكل دوري، يعني كل شهر شهرين حسب ما كل ما يكون في ملف ملف وبده تحضير طبعا. أكيد.
أول شيء منطلع على البلد، منطلع على تاريخ هجرة اللبنانيين إلى هناك لهالبلد، عن وقعهم الاقتصادي السياسي وعلاقتهم بالبلد، بقابل شخصيات سياسية أحيانا، مثلا بقابل رئيس جمهورية، بقابل وزير الخارجية، بقابل رئيس غرفة التجارة، اللي قادرين يحكوا كمان عن واقع اللبنانيين ومدى انسجامهم بالمجتمعات. بقابل أبرز طبعا ننطلق من بوابة السفارة اللبنانية اللي هي السفير اللبناني أو القنصل أو يعني علاقاتك أول شيء مع السفارة طبعا، مع السفارة ومع شخصيات اقتصادية أو مع شخصيات كمان اغترابية، هن حاضرين بقوة لأنه هن بيكونوا صلون زمان بالبلد وبيواجهوني بشكل صحيح. طبعا ما فيك تشوفي كل الجالية، بتلتقي فيهم كلهم بس ما فيك تحكي معهم كلهم، ما فينا كلهم يطلوا نعمل، يعني أنا ببحث عن الحكايات، عن القصص، عن الروايات، حكايات الهجرة والاغتراب، كل واحد عنده حكايته صدقيني، كل واحد حكايته يعني شيء حقيقة. خبرينا شو أثر فيك حلو. يعني بديترويت مثلا بميشيغان التقيت بناس اجوا يعني اجوا ليتعلموا، اجوا ما عندهم شيء ابدا، وتحولوا الى شخصيات اقتصادية كتير 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 كبيرة بالبلد اللي عاشوا فيها. في ناس قضاة كبار، رؤساء محاكم، سيناتورز، حتى ببلغاريا مثلا، بلغاريا مؤخرا في شخص بروفيسور خضر فقيه، هو عضو بالمجلس الأكاديمي الأعلى وطبيب ينشاف الحال فيه بمجال التقويم وجراحة الوجه والأسنان، وحتى يعني بيجري عمليات نقل التلفزيون البلغاري، عملية أجراها صعبة لأربع ساعات على الهواء مباشرة. وشخص يعني صوت له المجلس، هو أول أستاذ محاضر بكلية الطب وخرج كتير من الطلاب نعم الطب. يعني عم بتقولي أنك التقيت يمكن بأهم شخصيات طبعا بالبلدان العالمية. شو شفت فعليا بكل بلد رحت عليه؟ شو وضع اللبنانيين؟ يعني في شخصيات مهمة بس في كمان يمكن لبنانيين مشتاقين هالقد للبنان. شوفي الاغتراب اللبناني منسجم بالمجتمع اللي عايش فيه، لازم ينسجم بالمجتمع اللبناني. أنا ضد مقولة إنه نروح ندعيهم ليرجعوا على لبنان، يرجعوا لوين؟ يعني لا لا أنا التقيت سابقا. لا هون بدك تروقي. لا بلا بدنا إياهم يرجعوا على لبنان أكيد. إنجازاتهم ليش بدهم يربحوها بلدان الاغتراب؟ بدي كافي فكرتي بس. التقيت من فترة عمر موسى وسألته عن الاغتراب، تعرف هو كان رئيس جامعة العربية، يعني كان أمين عام الجامعة العربية. قلت له عن فكرة اللوبي، يعني حكينا عن فكرة اللوبي وعودة المغتربين. طبعا أنا مع فكرة، وكان أكد هو على فكرة أنه يبقى الطبيب الناجح يبقى بالبلد اللي هو فيه، ولكن يفيد البلد الأم بقدراته بكفاءاته العلمية، المهندس الناجح يبقى، بس هون يعني ما ينسوا وطنهم، هيدي الفكرة. ولكن يرجعوا، هيدي فكرة كتير رومانسية جوال، أنه يرجعوا على لبنان يستثمروا بلبنان، يساهموا الطبيب والعالم، يساهم بدعم لبنان بهالفترة، ولكن أنه يرجع ويفوت بالسيستم. هلا كثير من الناس هو يقدر يغير السيستم، لا رح يفهموني كثير منيح. كثير من الناس لو قد ما كان الوضع بالبلد عندنا صعب وحالته حاله مثل ما بيقولوا، ما فينا نقول لهم ما ترجعوا. يمكن هلا نقول لهم نرجع يرجع نهائيا كمان، يمكن هلا نحن بأمس الحاجه لهم، لانه اذا السياسه مش طالع من امرها شيء، وبعتذر على هيدي العباره، على القليل يرجعوا هالناس يلي عندهم ادمغه قادرين يغيروا على القليل بوجه المجتمع. نحن بأمس حاجه لهم، يعني نحن بنتمنى يرجعوا بالسياسه بهيدا يعني بهالسيستم السياسي الموجود وبهالمؤسسات المتهالك. يعني ما بيقدروا يعملوا شيء المغتربين صدقيني، بس انا برايي انه كمان المغتربين الناجحين برا بيقدر يستفيد منهم الوطن على المستوى السياسي. بس خلينا ندور على شغله كمان، الناس يلي كانوا يروحوا بالسبعينات مثل ما قلتي، وضع البلدان هنيك كان غير، يعني كانوا قادرين يعملوا مصاري، كانوا قادرين ياسسوا، كانوا. هلا الوضع كتير مختلف، يعني ما بيروحوا بنفس السهوله اللي كانوا يروحوا فيها. حتى سفرات على المطارات كله عم بيشدد عليهم، واللي هنيك خلص عن جد حلو يرجع على لبنان، إن كان هو إن كان عائلته، صار عنده أحفاد ما بيشتاقوا.
انت عم تحكي عنهم بس هن انا اكيد في وجهتين نظر مظبوط جوال، بس اللبنانيين الحقيقه مرتبطين ببلادهم بلبنان بحبوه وبضل في الرابط يعني موجود. ايه وفي ناس بيستثمروا بلبنان، يعني في شخصيه انا قابلتها من الكوره، اجت اشترت كل شخصيه، سليم ساسين مهندس اشترى زيت الكوره كله، يعني شايف انه الناس عم بتهاجر عم بتاخذ ارضها، وساهم بي 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 انه بعوده الشباب ليرجعوا يشتغلوا باراضيهم. استورد عشان يكون كمان مثال على ديترويت، يعني انا مع انه المغتربين يساهموا يكون لهم دور. رميال نحن بطل معنا وقت للاسف، بس خليني بس اذكر بشغله وحده، اليوم السفير ملف خاص بلغاريا. نعم. ملف الجاي شو رح يكون؟ بعدنا اوروبا الشرقيه رح نكون برومانيا قريبا جدا بعد مؤتمر الطاقه، لانه كمان بدنا نواكب مؤتمر الطاقه. نعم كل التوفيق. نعم وعندنا فنزويلا كمان، رحله طويله على فنزويلا. نعم كل التوفيق بكل اللي عم تعمليه وبالصوره اللي عم تنقليها عن لبنان الحلو بالنهايه. اهلا وسهلا فيك صحفيه. شكرا. رميال نعمه اهلا وسهلا. شكرا. فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع.